ولتعرف أكثر مشاهدينا على دور الإمارات في مكافحة هذا المرض، ينضم إلينا الدكتور عبد الرحمن علي النقبي، طبيب اختصاصي في طب الأسرة. دكتور عبد الرحمن، مساء الخير وشكرا لوجودك معنا في نشرة علوم الدار. بداية نود الحديث عن هذا المرض، مرض هشاشة العظام. ما هو هذا المرض وما مسبباته، وأيضا ما هي طرق العلاج دكتور؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أخوي محمد الوهابي، بداية أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير على هذه الفرصة الكريمة لاستضافتي اليوم للحديث عن موضوع صحي صراحة بالغ الأهمية يمس حياة الكثيرين، وهو مرض هشاشة العظام. لتوضيح صورة هشاشة العظام بشكل أفضل، سأروي لكم قصة قصيرة عن امرأة تدعى فاطمة في عمر 60 سنة. كانت تعيش حياة طبيعية ونشيطة، ولكنها في يوم من الأيام وأثناء قيامها بعملها الروتيني في المنزل تعثرت وسقطت بشكل بسيط. لم تتوقع أن هذا التأثير قد يغير حياتها، ولكنها أصيبت بكسر في عظمة الفخذ. احتاجت إلى عملية جراحية لترميم هذا الكسر. بعد الجراحة بدأت تواجه مضاعفات عديدة مثل الألم المزمن، صعوبة الحركة، وعدم القدرة على القيام بالأنشطة اليومية. حالتها الصحية تدهورت تدريجيا، وبدأت تعتمد على الآخرين لرعاية احتياجاتها الأساسية. هذه القصة الواقعية توضح أن كيف أن كسرا واحدا ناتج عن هشاشة العظام يمكن أن يغير حياة الإنسان تماما. مرض هشاشة العظام بشكل بسيط هو عبارة عن نقص كثافة العظام. نقص كثافة العظام حيث تصبح العظام ضعيفة وهشة، مما يزيد من احتمالية تعرضها للكسر حتى مع أبسط الحركات أو السقوط الطفيف. غالبا ما توصف هشاشة العظام بالمرض الصامت، لأنه لا يسبب أعراضا واضحة حتى تحدث الكسور، خاصة في العمود الفقري أو الفخذ أو المعصم. نسبة بين النساء، إحصائيات حول العالم، حوالي 1 من كل 5 نساء فوق في سن 60 سنة تعاني من هشاشة عظام. وأيضا في دولة الإمارات العربية المتحدة تظهر الإحصائيات أن أكثر من 30 إلى 50% من النساء فوق سن 50 سنة معرضات للإصابة بهشاشة العظام وما يتبعها من كسور. معدل الوفيات بسبب كسور عظمة الفخذ، يموت حوالي 20% من مرضى في غضون السنة الأولى نتيجة مضاعفات صحية مثل عدم الحركة والجلطات الدموية. وهذه النسبة عالية جدا، ويمكن تفاديها باتباع الإجراءات الوقائية اللازمة. مسببات هشاشة العظام، طبعا السبب الرئيسي لهشاشة العظام هو التقدم بالعمر. بعد سن 40 يبدأ فقدان الكتلة العظمية بشكل طبيعي، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالهشاشة. انخفاض مستويات الهرمونات خاصة عند النساء بعد سن اليأس، حيث تنخفض مستويات الأستروجين، مما يؤدي إلى تسريع فقدان الكتلة العظمية. نقص التغذية، قلة تناول الكالسيوم والفيتامين د، يؤدي إلى ضعف في بنية العظام. نمط الحياة الخامل، قلة الحركة والنشاط البدني يضعف العضلات والعظام، مما يزيد من خطر الإصابة. التدخين والكحول، يؤدي التدخين واستخدام الكحول بكميات كبيرة إلى تقليل قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم. هناك أيضا بعض الأدوية والأمراض المزمنة مثل أمراض الروماتيزم والسكري وأمراض الغدة الدرقية أيضا تساهم في تسريع عملية هشاشة العظام. طرق العلاج من هشاشة العظام، النظام الغذائي تتكمن في 3 أمور: ممارسة الرياضة التي تعتمد على تحمل الوزن مثل المشي والركض ورفع الأثقال. جميع هذه التمارين تقوي العظام وتحافظ على كثافتها. النظام الغذائي أيضا، تناول كميات كافية من الكالسيوم 1200 ملغرام يوميا، وفيتامين د 1000 وحدة دولية يوميا، يعد ضروريا للحفاظ على صحة العظام. العلاج الدوائي أيضا، يستخدم الأطباء أدوية مثل البايفوسفينيت التي تساعد في تقوية العظام وتقليل احتمالية الكسور. هذا بشكل مبسط. نعم دكتور، بعد الإصابة بهذا المرض دكتور، هل يمكن العلاج والتعافي منه أم فقط تخفيف من أعراض هذا المرض؟ طبعا العلاج هذا المرض يعتمد على في أي مرحلة تم تشخيص المرض، هل هي في مرحلة الكسور أم في مرحلة ما قبل الهشاشة أو في مرحلة الهشاشة. طرق العلاج مثل ما قلنا، هي إذا كانت في مرحلة هشاشة العظام هي عن طريق الرياضة والنظام الغذائي من الكالسيوم والفيتامين د، وأيضا العلاجات الدوائية مثل البايفوسفينيت والدينوسومام. نعم،
بالنسبة لطرق الوقاية من هذا المرض دكتور، كيف من الممكن أن يتفادى الأشخاص الإصابة بمثل هذا المرض بعد الإحصائيات اللي ذكرتها دكتور، سواء في الدولة أو حتى في العالم؟ الإجراءات الوقائية لهذا المرض، هشاشة العظام هي عبارة عن قلة نسبة كثافة العظام، فمن ما يحتاج التغذية الصحيحة. التغذية الصحيحة يجب أن يحرص جميع الناس خاصة النساء بعد سن اليأس على تناول كميات كافية من الكالسيوم وفيتامين دال. الكالسيوم 1200 ميليغرام يوميا، الفيتامين دال 1000 وحدة دولية يوميا. وكذلك الكالسيوم يتوفر في الأطعمة مثل منتجات الألبان، الخضروات الورقية واللوز، فيتامين دال أيضا يمكن الحصول عليه عن طريق التعرض لأشعة الشمس أو عن طريق المكملات الغذائية. نعم. ممارسة الرياضة أيضا، خاصة رياضة تمارين تحمل الوزن مثل المشي والجري ورفع الأثقال تساعد في تقوية العظام. تجنب العادات الضارة مثل التدخين وشرب الكحول أيضا يؤدي إلى صحة العظام. نعم دكتور. نعم شكرا لك دكتور. الدكتور عبد الرحمن علي النقبي، طبيب اختصاصي في طب الأسرة، شكرا على كل هذه المعلومات دكتور.